ما شاء الله. دي نكاية باستل فيس واخدة ذكر لاتيني بريل، وهي بريل عالي جدا، علاماتها عالية جدا، الصفار اللي هو مش موجود اصلا يعني نوادر، هي حتى باينة ما بين الذكر، مع ان الذكر بريل برضو يعني، لحد بص الجيل الذكر هتعرف انه بريل، بس باينة جامد جدا. الذكر لاتيني عادي، الاتنين مع بعض ب850، ولو حد حابب ياخد حاجة منهم الذكر عامل 275، والنتاية عاملة 600 جنيه. النتاية متدربة، بتاكل من الايد ومن البق، وبتلعب مع الاطفال، ما بتعضش نهائي نهائي. التسليم في المرج او في سوق السيدة عيشة اللي جاي، اللي حابب يعني التسليم بالاسبقية، اللي عايز بقى يحجز ولا لازم هيستلم في السوق ده، ممكن يعني يبعت مبلغ فودافون كاش، مجرد بس اللي هو حجز 50 جنيه مش اكتر. التسليم في المرج او في الخنكة، ورقم التليفون 012-01-58. التليفون معلش من الاول، 012-01-85-6585، 012-01-85-6585. في قص تاني معاه بيض، بس اللي حابب ياخد القص دوت هياخده من البيت، لان هو معاه بيض في العش وانا هطلعه بالبيض، معاه 3 او 4 بيضات. مش دي النتايه اللي طلعت اللي عليها علامات بامبي بي، دي نتايه، والذكر موجود جوه في العش، البيض كله متخصص. في قص تاني ما شاء الله، ده رابع عش دي بيجهزه. القص ده او القص ده ب550، حتى دوت بالبيت برضو زي ما هو ب550، علشان انا مضمنش البيت يكمل ولا لا، بس البيت كله متخصب يعني، ممكن حد اللي هيجي ياخده هيشوفه بالكشاف الزغاليل بتحرك جواه. وفي قص بصمة، اللي قص البصمة دوت ده تالت عش دي، النتاية جوه محضنة بيض برضه، دي برضه تحتها 4 بيضات او 3 حاجة زي كده. دول الاربع قصوص اللاتيني اللي هخرجهم. وفي قص البينو ده يعني ثواني اشوف تحتيه بيض او لا، هي النتايه جوه، فمش عارفه. لا ده الذكر اللي كان جوه. بيحضر العش، العش الكام بصراحه مش عارفه، لان هو انا كنت واخداه اصلا كبير من عند حد وشغال عندي، بس هو ما شاء الله شغال زي الفل.